بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. حبيت أفاجئها البنتي وأعمل لها علبة للخواتم. هنا عندي كرتونة بحجم مناسب وقوية، نوعيتها جيدة. عندي حقيبة ما أحتاجها، موديلها قديم، ورق تجديد بلون جذاب، وهاي الفلينة نثبت بها الخواتم. أول خطوة دا أقص هاي الكرتونات الإضافية ما أحتاجها. وحبدي أخذ من ورق التجليد حسب قياس مساحة الكرتونة وأجلدها من الداخل. أول مرة أقيس مساحة هذا المستطيل من برا بهذا الشكل. بعدين أضيفها من الداخل، بس أتأكد من قياسه. أخذ من الطول، يفضل استخدام الصمغ. بهالشكل هستمر أغلفه من الجانبين أيضا. كملت من كل الجهات اللي بالداخل، بس انتظرها تنشف بسبب استخدمت الصمغ. هنا هستخدم هاي الكرتونة فاصلة أقسم بها العلبة اللي عندي حتى يصير جزء للخواتم وجزء للأساور. أحتاج أيضا أغلفها بالتجديد. حتى أثبتها أحتاج مسدس سيليكون. الآن الفلينة أخذ قياس اللي أريده، أرسم بالماركر تقريبا أقشر المسافة. بعدين أخذها بالكتاب. قبل لا أثبتها الإسفنجة أعمل فتحات بها بالكتار حتى تثبت بها الخواتم. بهالشكل عملت فتحات بسيطة. هسه راح نقاط من السيليكون بالخلف وأثبتها. بسم الله. أحاول أستفاد من نفس الجوانب، دقمة همين استفاد منها، وهذا الشريط.
هذا الغلاف بعد أن شلعته راح أغلف على الكرتونة وأستغل هاي الثانية الموجودة مع هذه الثانية اللي بالكرتونة بهذا الشكل أثبتهم بواسطة مسدس السيليكون. لاحظ قياسها، قياسها إجا صحيح الكرتونة ويا الغلاف. هاي الجوانب الزايدة محتاجة أثنيها، فحاخذ بالمقص هنا من هاي الأطراف بهذا الشكل حتى تنثني عندي. لاحظوا هنا الحواشي ثنيتها طبوا حتى تصير مرتبة. هنا مع كل زاوية اخذ بالمقص مثل يعني طريقة تجديد الدفاتر، حضيف عود سيليكون واكمل. كمل تغليف العلبة من الداخل والخارج بقى لمسات قليلة. هنا أنا عندي حثبت الخيط هذا حتى أغلقها للعلبة بهالشكل. هنا أنا ما غيرت مكان الدقمة، الزر هو نفسه حظر. هنا أنا مكان اختاريت بهالشكل. لاحظوا هنا شديته بهاي الشكل من هنا، خليت له عقدة صغيرة بحيث هسه من اغلقه المسافة مناسبة بهذا الشكل يثبت عندي. حزينها للعلبة هذا حبل ابرم برمته واخيطه حتى لا ينفك، خيط متين وابره ايضا كبيره. بعد ان برمته بهذا الشكل ازين به غلاف العلبه ايضا بواسطه مسدس السيليكون. هذا المحبس بنتي معتزة بيه بس هو موديل قديم، راح اثبته هنا دلالة على انه هاي العلبة مالت المحابس. كملت العلبة وصار وقت انه اقدمها لبنتي. We'll be right back.
أتمنى العمل الفني لهذا اليوم عجبكم. شكراً ومع السلامة.